بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان محتاج إلى رحمة الله، محتاج إلى عون الله، محتاج إلى توفيق الله. ولهذا شرع الله لنا عبادة عظيمة هي من أجل العبادات، وهي عبادة الدعاء. وقال ربكم ادعوني، هاته وصية الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والعياذ بالله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بمعنى عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، بل هو لبها ومخها. فقال صلى الله عليه وسلم في الأثر: الدعاء هو العبادة. وفي رواية أخرى: الدعاء مخ العبادة. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسائط ولا يحتاج إلى حواجز، إنما هو قريب. من أسمائه سبحانه وتعالى القريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وانظروا كيف قرن الله تعالى بين العبادة وبين الدعاء: وإذا سألك عبادي، الذين يؤمنون ويدركون بأن لهم ربا قادرا غنيا رحيما يدعونه ليل نهار. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم عبر بالفاء: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أسباب الرشاد والتوفيق والسداد أن الله تعالى يوفقك للدعاء. ولهذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. وإذا سألت الله سبحانه وتعالى، إما أن يستجيب لك، إما أن يدفع عنك الضر والبلاء، لأن الدعاء يدفع البلاء، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم عندما سمعوا هذا الحديث فرحوا به وقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. للدعاء آداب وشروط. من شروط الدعاء أن الإنسان يوقن، أن الإنسان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائه. كذلك لا يستعجل. بعض الناس يقول: دعوت الله تعالى فلم يستجب لي. إنما عليك الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. من شروط الدعاء، وهذا أمر مهم، أن الإنسان يكون مأكله ومشربه وملبسه حلال، لأن الحرام والدعاء لا يلتقيان أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل أشعث أغبر يدعو الله سبحانه وتعالى: يا رب يا رب، لكن ملبسه حرام، مشربه حرام، مسكنه حرام، حياته حرام في حرام والعياذ بالله. فأنى يستجاب لذلك؟ لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. من آداب الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يتضرع، أن الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مثلا يقول: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا غني أغنني، وغيرها من الأدعية النافعة الجامعة.
والإنسان يرجع إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنها ملأ بمثل هاته الأحاديث التي تجمع خير الدنيا والآخرة. مثال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء جامع مانع بإذن الله تعالى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وغيرها من الأدعية. ورمضان فرصة كبرى للدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.